الايفنت منظم بطريقه كويسه جدا. شايف ان في شباب صغير كتير موجود، ودي حاجه يعني بتدل على ان يعني في اسئله كتير عندهم هيحبوا ان هم ياخدوا اجابات عليها. وده طبعا فكره ان يكون في حاجه خاصه بالقانون، انا شايف ان دي حاجه جديده واكيد هتبقى مفيده للكبار والصغيرين. طيب حضرتك بتنصح ايه الحديث التخرج ان هم يعملوا ايه عشان يلتحقوا لسوق العمل؟ طبعا خليني اقول لك ان بالذات في مجال القانون، القانون متشعب جدا وفي اسئله كتير ممكن تكون موجوده عند الشباب الصغير، سواء اللي دخل قرر ان هو يخش في مجال القانون ويدرس في كليه الحقوق، او حتى اللي لسه ما دبلش يعني يفكر في الجامعات وهيخش كليه ايه وكذا. فخليني اقول لك الاول بالنسبه للناس اللي خدت القرار انها تخش في مجال القانون، اول حاجه هيحب ان هو يعرفها بالذات لما يعدي بقى من المرحله الاولانيه، المرحله اللي هي السنه الاولى وسنه ثانيه وكذا، يبتدي يعرف هو عايز يعني يتخصص في ايه. الحاجات اللي ممكن تكون في دماغه فكره ان المحامي هو اللي بينزل المحكمه الصبح وبيرجع بعد كده على مكتبه يدرس الورق بتاع القضايا وكذا، ما افتكرش ان دي الصوره الصحيحه لفكره يعني ان حد يكون محامي. المحاماه فيها حاجات كتير تانية، فيها تخصصات كتير، فمن لازم يبتدي يسال، يحضر ايفنتس زي الايفنت اللي احنا حاضرين فيه النهارده، بحيث ان هو يكون عنده نظره شامله عن التخصصات اللي موجوده والاحتياجات بتاعه السوق المصري عشان يقدر ياخد قرار مظبوط. طيب حضرتك من وجهه نظرك شايف مدى اهميه السوشيال ميديا وقناه زي لو تي في في المجتمع القانوني؟ طبعا هي بتوصل للناس اسرع، فكره ان الناس تقدر تحضر ايفنتس زي الايفنت بتاع النهارده ممكن ما تبقاش متوفره لناس كتير. ففكره وجود سوشيال ميديا متخصص في المجال القانوني بيخلي المعلومه توصل بطريقه اسرع وممكن تكون ابسط واسهل لناس كتير ما عندهمش الفرصه ان هم يحضروا مؤتمرات او كده. والناس كلها برضو بيبقى عندها الوعي القانوني بيبقى افضل بكتير يعني. طبعا. اوكي طيب ايه راي حضرتك في ان يبقى في مواد قانون بتدرس في المدرسه عشان يبقى الطالب عارف هو عايز يدرس قانون، او ان هو كمان يبقى عارف ايه حقوقه وايه التزاماته في البلد؟ بصي طبعا دي حاجه مفيده، ممكن يبتدي يدرس مدخل القانون، الاساسيات بتاعته. خلي بالك من حاجه كمان، ان القانون مش شرط ان اللي هيشتغل محامي هو اللي لازم يبقى فاهم قانون، لازم يبقى الناس كلها كل واحد الخلفيه القانونيه، فكره انك تبقي عارفه ايه اللي عليكي وايه والتزاماتك وحقوقك، دي حاجه يعني الناس كلها هتحتاجها بغض النظر عن المجال اللي هتشتغل فيه. يعني انت النهارده لما بتنزلي عشان خاطر تشتري حاجه حتى لو يعني ما لهاش علاقه بالمجال العملي، انت بتمضي عقود، بتعملي عقود طول ما انت يعني في الحياه الطبيعيه يعني. فدي حاجه لازم تبقى موجوده حتى عند الشباب اللي بيقرر ان هو ما يخشش في المجال القانوني، لازم يبقى فاهم ان يعني على الاقل الخلفيه القانونيه او المعلومات البسيطه اللي ممكن تفيده بغض النظر عن المجال اللي هيشتغل فيه. بالظبط، ان برضو بيبقى في مخالفات بيعملوها الشباب هم مش عارفين ينزلوا مخالفات لان هم ما عندهمش وعي قانوني كفايه.